خلاص ما تفتحيش الحنفية، ويا ريت تلغي متابعتي الأول. راح طمنك يا غنى، مختفية تما شوف المساطر الغبية اللي مثلك. الناس اللي عايشين تحت عم بيصير عليهم ضغوطات كتير كبيرة، ومنهم النجوم يلي طول الوقت عم بيعبروا عن هالشي على حساباتهم وبيتحملوا تعليقات كتير من المتابعين. يعني حتى كمان موضوع الميلكس دور لما اعتذرت نوال الزغبي عن استلام الجائزة انتقدوها الناس لأن نزلت قبل حوالي شهر أغنية جديدة، وردت إنه هذا شغلها وما فيها توقفه. ونادين نجيم كمان تعرضت لمواقف مشابهة، فتعرضت لانتقادات من بعد ما نشرت تغريدة بتعتذر فيها عن استلام الجائزة، وما كانت انتبهت ان المنظمين اعلنوا عن تأجيل الحفل، فاضطرت انها تحذف تغريدة الاعتذار عن الحضور بعد هالموجة من السخرية، خاصة انه تم استفزازها وردت عليهم بهالكلمات. حتى انه الناقد جمال فياض علق وكتب لها خلص طلع البيان من الصبح بالتأجيل، فردت عليه وقالت ايه برافو، بس ليش ما كتبت هالمعلومة تحت تويت استاذ صادق وكل يلي اعتذروا. على كل حال بغض النظر عن البيان اللي صدر من شوي، نحن عملنا واجبات كونوا بخير. لا يجاوبها أيضا بطريقة فيها نوع من السخرية، خفت يضربوني وانت مسالمة. نادين نسيب نجي، قدي في أشخاص على هالأرض ناجحين وما عندهم جوائز، وهالحفل يلي عم بيصير اليوم ممكن بكرة ما يكون موجود. وقبل أيام كمان هي ردت من خلال هالصورة على كل من هاجم الترويج اللي عملته لمسلسلها الجديد صالون زهرة بوقت الأزمة بلبنان. لا تقول هاجموا السياسيين اللبنانيين مش الفنانين، خاصة إنه اسمها بيرفع اسم لبنان. مدام وردة. مين وردة؟ شو فكر حالك جاي على مشتل اسم زهرة؟ والأخذ والرد على السوشيال ميديا بيكمل مع إليسا وغنى غندور اللي كانت استفزت إليسا بتغريدة قالت فيها ملكة الإحساس حسة مختفي هاليومين. لا ترد إليسا وتقول رح طمنك يا غنى مختفية تما شوف المساطر الغبية اللي مثلك. أنا أوقات أبان هدية ومن جوايا نار عيدة. ويبدو أنه موضوع الانتقادات عم يستفز مشاهير السوشيال ميديا، لهيك قررت زين كرزون تشارك بفيديو توعوي بتدعو فيه الناس ليوقفوا التنمر على النجوم وحتى بين بعضهم. إحنا ممكن كناس نتحمل التنمر، نتحمل أي حدا ممكن يتنمر علينا لأنه تعودنا، ولكن في أشخاص تانين ممكن كلمة واحدة تتنمروا عليهم ممكن تأثر بحياته سلبيا، ممكن تأثر بمستقبله، ممكن إنه يمرض نفسي، ممكن إنه يوصل لمرحلة الاكتئاب وياخذ أدوية اكتئاب. أما عائلة أحمد زاهر فكان عليهم أكثر من هجوم هالأسبوع، فتعرضوا للانتقاد بسبب فيديوهاتهم من حفل عمرو دياب في الساحل اللي أجت بعد أيام من وفاة دلال عبد العزيز اللي شاركوا بتشييع جثمانها وكان واضح عليهم الحزن. وملك ردت على سؤال توجه لها حول الموضوع على انستغرام وكتبت أختي كانت حالتها النفسية وحشة، فبعد أسبوع من الوفاة أخذناها الحفلة عشان تفك شوية، لا هي حاجة عيب ولا حرام، ما حدش في اللي بنتقدونا حاطط نفسه مكاننا ولا أصلا لي دعوة، كل واحد حر بحياته ويا ريت يخليوهم بحالهم. يا نهار أبيض، ايه يا طنط الاكل سخن ولا ايه؟ ومن ايام كمان والدها احمد زاهر ما سكت لما احد متابعاته ازعجته بتعليق على فيسبوك وكتبت له على هالصوره اللي نشرها من عطلته الصيفيه، انا حاسه اني لو فتحت الحنفيه حيطلع لي احمد زاهر وليلى بنته. فردوا قالها خلاص ما تفتحيش الحنفيه ويا ريت تلغي متابعتي الاول. وهالتصرف خلى اسمه يتصدر عناوين الاخبار الفنيه تحت عنوان انفعل على سيده. أما نالي كريم فتجاهلت موجة الانتقادات اللي تعرضت لها بسبب إقامة حفل زفافها من هشام عاشور بعد مرور 3 أيام على وفاة دلال عبد العزيز، على الرغم من إنها أجلته بسبب هالموضوع، واكتفت إنها تنشر مجموعة من الصور وكتبت على إحداها بما معناه لقد تلقينا الكثير من المشاعر الإيجابية، شكرا لكم جميعا. والانتقادات قالت كمان النجوم اللي حضروا حفل الزفاف، ولكن هالة صدقي علقت من خلال صورة للكابل وكتبت زي ما في حياتنا أحزان في كمان أفراح، ودافعت عن صديقتها وأوضحت أنه نالي ما بتجمعها علاقة صداقة بدنيا وإيمي سمير غانم، وقالت هم زملاء في الوسط لكن مش أصدقاء ولم يجمعهم عمل فني من قبل ولم ينتموا لجيل واحد، ومش شرط إنهم زملاء في الوسط إنه يكونوا أصدقاء. وضغط كبير بيتعرض للنجوم بسبب الإشاعات مثل شيماء سيف اللي انتشر خبر طلاقها من زوجها محمد كارتر وعلقت على الموضوع من خلال إي تي بالعربي. اللي حكيت الانفصال والإشاعات اللي طلعت والأخبار؟ لا أنا الحمد لله كويسة والحالة كويسة وإحنا كويس، خاصة أنا شفناك رحتي أخذتي الفاكسين مع جوزك. طيب خلص أهو الصورة بتكلم عن نفسها. بس ليه صار في طلع حكي وقالوا انفصال وهيك، شو اللي صار بالضبط؟ والله في حاجات كتيرة قوي بتتقال وفي إشاعات، أنا ما ببصش الحاجات دي وما بركز لهاش، والأيام هي اللي بتثبت عكس الحاجات فبعدي بقى الحاجات دي كلها. أما هنا الزاهد حسمت خبر حملها اللي تم تداوله بشكل كبير على السوشيال ميديا من خلال إي تي بالعربي. في الفرح بقى ده الموضوع كان مختلف بقى،
ده كان انا هنا عادي وبشكلي وبتاع مش في المسلسل وطلع بالفستان، بس للاسف انا اتخنت 2 كيلو ولا 3 كيلو فلقيت في كرش صغير طلع فالفستان فيه من تحت عامل بقليله شويه من تحت. انا اتضايقت قوي، كنت فاكره نفسي ما رفيعه قوي، فاللي هو لما بصيت على الصور ايه ده ما في حته كده بطن كده، بس الناس افتكرت ان انا حامل. بس يعني هو ليهم حق الصراحه، ما هو في كرش يعني هيقولوا ايه. خلاص هيك الموضوع اتوضح من هنا من خلال ايتي بالعربي، وبعتقد ما بقى في مجال الاخذ والرد فيه.